كما توحدنا في قتال داعش علينا أن نتوحد في إعادة الاستقرار لهذه المناطق وتقديم الخدمات وإعمار جميع المناطق التي حررناها وعودة النازحين. صندوق إعادة إعمار العراق الحقيقة يتبنى عملية إعادة الإعمار من خلال أبعاد ثلاثة. البعد الأول هو بناء الجدران كما نسميه أو البنى التحتية، وأيضاً يأكد في الشقة الثانية والبعد الثاني لبناء الإنسان، لأن أعتقد بناء الإنسان هو عملية مناعة قوية ضد الأفكار الراديكالية. الثقل الكبير هو للاستثمار والقطاع الخاص كبعد ثالث يستطيع أن يبني العراق. المشاريع اللي نشرف عليها الحقيقة ويؤديها الصندوق مجموعة من المدارس، مجموعة من الدوائر الحكومية، أيضاً عندنا جملة من المشاريع تخص وزارة الداخلية وقوى الأمن في موضوع مراكز الشرطة، أيضاً سير بها حثيث في هذا الاتجاه. ويسعى صندوق الحقيقة أيضاً جزء من المهام لجلب المساعدات والمنح إلى المناطق المتضررة لإعادة الإعمار، ساعين في هذا الجهد. ومن عام 2015 يعني قلنا بعض المشاريع على القرض البنك الدولي، وثم الآن البنك الألماني أيضاً إلى قرض والمنحة الكويتية. احنا طبعا تشرفنا ان نكون متواجدين في الجمهورية العراقية ونكون جزء نساهم في هذه المشاريع. وجود هذه الجهات الحكومية يعني لإعادة ثقة، ويعني لحكومة فعلا مهتمة بملف الأعمار بشكل عام، وحقيقة نحن على أمل الاهتمام بكل المشاريع الاستراتيجية لإعادة الأعمار داخل المدينة.